باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ مع بعض الإصحاح العاشر في إنجيل مرقس، وإحنا بنتتبع في دراستنا ليس تفسير آية آية، إحنا واخدين السيد المسيح وبنشوف بيتصرف إزاي وفكره إيه عشان نشرب ونتعلم ونبقى شبهه. ده غرضنا من درس الكتاب في إنجيل مرقس، مش آية آية ولا تفسير آية آية. تعالوا نبدأ الإصحاح. وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن. تخوم اليهودية لو تفتكروا الخريطة فوق الجليل في النص السامرة، اليهودية دي تحت عند أورشليم. فالناس اللي تحت دول ناس متدينين مذاكرين العهد القديم، معظمهم كتبوا فريسيين وإيه مش مرتاحين لربنا يسوع المسيح طبعا، غير الناس الغلبة بتوع الجليل لما يصدقوا، ولا السامريين برضو لما دخل يجيب السامرية دي راحت وقالت للناس تعالوا، راحوا جايين وأمنوا وكل حاجة ببساطة يعني. لكن البهوات شوية، البشوات اللي تحت دول يعني عاملين فاهمين، فالسيد المسيح بالنسبة لهم عايزين يوقعوه، مش عايزين يستفيدوا منه. فهو راح لهم. فاجتمع إليه جموع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمهم. يعني ما فرقش معاه، هم عايزين يقبلوني مش عايزين يقبلوني، هم ضدي هم معايا، أنا دوري أني جاي أعلم الناس. ودي تفكرنا بالآية اللي قالها القديس بولس الرسول مرة لما قال لتلميذه تيموساوس، قال له اوعظ وعلم في وقت مناسب وغير مناسب. غريبة قوي كلمة غير مناسب، يعني طب وقت مناسب يعني، لكن غير مناسب قال لك عايز يقول له يعني انت عم على طول شغلتك انك توصل كلمة ربنا عن طريق تصرفاتك، عن طريق كلامك، عن طريق انك قدوة، لكن الموضوع ده ما يغيبش عن عينيك، انت جاي تعلم. فاحنا نقلد ربنا يسوع في الحته دي. هو راح لناس مش قابلينه قوي، بس هيتكلم براحته وهيعلم الناس، ومن يريد ان يقبل فليقبل. فتقدم الفريسيون وسالوه، طبعا هم عايزين يصطادوا بقى، هل يحل للرجل ان يطلق امراته؟ مكتوب القديس مرقس كاتب ايه؟ ليجربوه. يعني هم مش عايزين يستفسروا أو يتعلموا، هم عايزين يجربوا، وكأن يعني عايزين يحطوه في موضع سؤال محرج أو يتمسك عليه الإجابة. ودايما موضوع الطلاق والجواز وبعيد عنكم والانفصال وكل الكلام ده، دايما الموضوع ده شائك ومحل جدال. ولما يجي حد يقعد مع أبونا بغرض انه يسأل هل يا ترى هو عايز يعرف رأي المسيح، ولا زي الفريسيين هنا هو عايز إجابة معينة وإذا ما ريحتوش هيشوفها من غيره. لا كده احنا بنقلد الفريسيين. لو عايزين نعرف رأي السيد المسيح بوضوح هنسمعه دلوقتي، لكن يا ترى الكل بيبقى عايز يعرف رأي المسيح في الموضوع ده بالذات؟ لأن الموضوع ده بالذات بيبقى الواحد من كتر، وانا عازر يعني، من كتر المعاناة والتعب بيبقى خلاص وصل انه مش مريح ليه غير حل واحد، فهو نفسه يروح الكنيسة تعمل له اوكي. مش دايما اللي انت شايفه مريح ليك هو اللي يرضى عنه ربنا، لان الله للموت ايضا عنده مخارج، يتقال عنه كده ربنا عنده للموت مخارج، فما بالك لما تبقى في مشاكل زوجية، ممكن تبقى الأريح لك حل معين، لكن ربنا قال لك ده لو موت، لو الموت عايز تاخد رأيي أموت ولا ما موتش، ممكن يكون الرأي الموت استشهد مثلا، بس أنا ليا مخرج. فالموت ليه مخارج. عشان كده أحبائي شغلة الفريسيين دايما إن عايزين يسمعوا حاجة وإلا، لكن الإنسان الروحاني بالعكس هو جاي عايز يشوف رأي ربنا إيه. هل يحل الرجل أن يطلق امرأته ليجربوه؟ فأجاب وقال لهم بماذا أوصاكم موسى؟ زي ما تعلمنا أن السيد المسيح مجرد ما بيحس أن اللي جاي عايز يجربه يقوم يقلب السؤال لإيه؟ لسؤال. الطريقة دي جميلة السيد المسيح بيعملها وإحنا نتعلمها منه. اللي قدامك عايز إجابة وعايز يمسك عليك حاجة في شغلك في حياتك، حاول تقول سؤال برضه واستفسر أكتر عشان تعرف نيته، عشان يجاوب هو على نفسه، عشان يبقى عندك فرصة حتى للتفكير. فطريقة انك تسأل السؤال مش غلط، المسيح نفسه كان بيعملها. وقال لهم بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا
موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. قال أيوه موسى أذن لنا بالمطلق. شوف كلمة أذن يعني هم اعترفوا أن هي إذن مش أمر، هي إذن. فالسيد المسيح هيوضح لهم. فأجاب يسوع وقال لهم: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. يعني ده لأن قلبكم قاسي وغليظ. ولكن من البدء بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهم الله. يعني في الأول المسيح لما الله لما خلق الإنسان خلق ذكرا وأنثى خلقهما، لكن كن هما ينفصلوا أو يطلقوا ده موسى قال لكم أذن لكم بكده عشان غلظة قلوبكم. ليه؟ لأن هما عارفين كويس إن موسى أذن بالكلام ده إمتى؟ لما كان الرجالة ساعتها بقانون الغاب إنجاز التعبير المحيط بيهم، كان لما مراته ما تعجبهوش يعمل إيه؟ يموتها. يعني لو واحد رحيم قوي يهملها. فكان الحل الوحيد إذن لها تمشي وتبقى تشوف حياتها تتجوز حد تاني، فيبقى في حاجة اسمها طلاق كتخفيف للوضع اللي كان قائم. لكن من البدء لم يخلقهما هكذا. آدم وحواء في حالتهم الأولى ما كانش ينفع أبدا إن اللي جمعوا ربنا آدم وحواء يفصلوا الإنسان، لكن من أجل غلاظة قلوبكم اللي حصل في فساد الخليقة بعد كده كان ربنا عنده الحل ده الوحيد. لكن إحنا في العهد الجديد أحبائي روح ربنا بقى فينا وبقينا نشبه شكل آدم وحواء زمان. مش إحنا روح ربنا لما سكن فينا بقينا ها ملكوت الله ده زي ما نكون إحنا عايشين في الملكوت اللي كان آدم وحواء نفسهم فيه ده. فبقينا عايشين بطريقة آدم وحواء اللي ربنا كان عايزها في الأول. فكان عايز آدم يبقى ليه حواء. فما عندناش فكرة إن حد من الطرفين تعبانة أقوم أقطعه إيه ده حتة مني. يعني أنا صبعي لو اتعور وجعني شوية هقوم جايب سكينة وقطعه، ده صبعي ده حتة من جسمي هفضل محتفظ بيه. ده بالعكس ده أنا أخد بالي كويس قوي وعالجه وهاجي على نفسي شوية واخد أجازة من الشغل واروح أعمل هضحي عشان هو يروق، لكن مش هقطعه بالسهولة كده أبدا. فربنا قال لهم شوفوا النموذج بتاع آدم وحواء أنا خلقته إزاي. لكن اللي حصل بعد كده بعدته على إيد موسى نتيجة عمايلكم علشان أعلى بيكم حتة بحتة، عاملكم كأطفال بقى وابتدي شوية شوية أحاول أكبركم، لكن ما كانش ده الغرض من الأول. وراح قايل لهم الآية اللي اتذكرت في سفر التكوين: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. الواحد يتهيأ له ان الآية دي يعني السيد المسيح قالها آية جميلة للعهد الجديد. انتوا عارفين الآية دي مكتوبة فين؟ دي في سفر التكوين الإصحاح الثاني، سفر التكوين مكتوبة الآية دي. فهو عايز يثبت لهم يقول لهم موسى كان فاهم صح، موسى هو اللي كتب سفر التكوين. فموسى عارف كويس قوي ان الاثنين صاروا جسد واحد، لكن أذن لكم بالطلاق علشان ظروف حياتكم انتوا، لكن مش ده قصد ربنا. فانتوا في العهد الجديد بقى يلا رجعوا لقصد ربنا. فهمتوا الفكرة؟ الجزء ده بيتقري فين أحبائي؟ في الإكليل، في صلاة الإكليل في الفرح بيتقري الجزء ده علشان الآية الحلوة دي. تعالوا نقراها تاني: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. بصوا عايز أقول لكم على حاجة في الإصحاح ده وممكن نمشيها في كل الإصحاحات. الوحي المقدس بيجمع أمور كتير متشابهة في نفس الإصحاح يبقى عايز يوصل فكرة معينة. يعني مثلا الإصحاح ده هتلاقيه بيتكلم عن الأسرة الزوج والزوجة، بعد كده هيتكلم على الأطفال، بعد كده هيتكلم على الشباب، بعد كده هيتكلم على الواحد لما يكبر يعمل إيه. وفي كل فئة عمرية أو زمن من دول بيدي نصيحة هتشوفوها جاية ازاي. واللي عايز يتتبع الحكاية دي ممكن ناخد مرة دراسة الانجيل من الاناجيل بالطريقة دي، بالذات انجيل لوقا. لو انتوا بتدرسوا انجيل القديس لوقا بالذات ما بيلتزمش بترتيب الاحداث تاريخيا، يعني يجيب حدث في حتة ويقول حتة. ليه؟ لانه بيجمع الفكرة على بعضها. يعني لما يكون بيتكلم عن الايمان يجيب امثال المسيح بتاعة الايمان
ويجيب معجزة تدل على الإيمان أو عدم الإيمان، يلمهم ورا بعض كده، مع إن ممكن المعجزة دي تكون حصلت في حتة تانية في وقت تاني. ليه؟ عايز يقدم فكرة معينة. هنا برضو في إنجيل مرقس الإصحاح ده نموذج لكده، بيتكلم عن الأسرة السعيدة. يعني تقدر تسمي الإصحاح العاشر بتاع إنجيل مرقس ده الأسرة السعيدة بتبقى شكلها إيه. فابتدى بموضوع الزوج والزوج، وراح قايل يعني لو تطلع بعنوان عايز سر سعادة الحياة الزوجية من الآيات دي، إن الاتنين يصير إيه؟ واحد، اللي اسمها الوحدانية. يعني كل ما الأب والأم أو الزوج والزوجة يبقوا في نظر ولادهم كأنهم واحد، العيال دي بتطلع سوية من غير ما يكون حد متعلم لا تربية ولا أصول التربية ولا أي حاجة خالص. ده كلام الكتاب، وأقول لكم كلام علم النفس أحدث يعني كتاب قريته مش مصري في التربية وعلوم التربية، قايل كده، قال احنا بالظبط كده، احنا ضيعنا عمرنا بنحاول نفهم الناس ازاي يربوا صح وازاي يعملوا ايه واعمل سوي ما تسويش كده، الولد يطلع متعقد، طلع الولد يطلع، ولقينا ان احنا كل ما نعالج حته تانية تضرب. يعني مثلا خليك حن قوي على العيال، يقوم الناس يحنوا قوي على العيال، العيال تطلع سايبه خالص. لا شد شويه وخليك حازم، يقوم الناس يطلعوا متعقدين من بابا وماما. طب حاول تلحق على الاثنين، الاب والام بيموتوا في النص، يعني ما بتجيش ما مش راضي مش عارفه تمشي. فراح الرجل في بدايه الكتاب راح قال ولكني بالابحاث والبتاع وجدت ان اكثر العائلات اللي طلعت اولاد اسوياء هم العائلات اللي الاب والام فيهم في حاله سلام. في حاله سلام يعني لما يكونوا هما الاثنين عارفين يتولفوا على بعض، العيال اللي يطلعوا بشكل تلقائي كده ان شاء الله خير. ولو في حد مش عارف يعني في عيب كبير او عيب واضح، التاني يحاول ها يستر ويجيب. عارف ان في بعض الاحوال بتبقى صعبه، وعشان كده الكنيسه ليها ساعات تدخل، ما ربنا ادى سلطان للكنيسه وهيتكلم دلوقتي امتى يبقى في حالات لازم يكون فيها انفصال او غيره بامر من الكتاب المقدس، لما قال ان بيكون في حاله الزنا الروحي او المادي الجسدي يعني. لكن غير كده كقاعده عامه السيد المسيح هنا اتكلم على الوحدانيه، وعشان كده قال يترك الرجل اباه وامه، لازم يكون في ترك، ولازم ماما وبابا يعرفوا يفطموا اللي هيبقى زوج ده، تفطموه علشان يعرف ينتمي للزوجه ويكون بيت بشكل مستقل وناضج. والام يصح تعمل كده مع الزوجه برضو، تحاول تفطمها عشان تبقى لجوزها. صحيح من بعيد شويه لسه في الاكل مش عارف بنعمل طبخه ايه ولسه ايه، بس من بعيد هي بتحاول تتفطم علشان تبقى هي وزوجها واحد، ويبقوا ما لهمش غير بعض. الولاد كل ما يشوفوا الاب والام في انسجام تلاقيهم قاعدين بيلعبوا، اول ما يحسوا ان الصوت عالي تلاقي اتنرفزوا اتلخبطوا واتخانقوا وعيطوا، وهم كاطفال ما بيعرفوش يعبروا بس بيبقوا مضطربين. امتع لحظات الطفل لو سالته ايه امتع لحظاتك، يقول لك لما نركب العربيه بابا وماما قاعدين بيتكلموا وبيضحكوا قدام كده، واحنا وانا واختي بنلعب ورا، هو كده في قمه الانبساط. صدقوني مش لما يكون بيلعب بالجيمز، هو لما يحس ان بابا وماما في سلام، هو يبقى انا كده انتوا في سلام انا في سلام. عشان كده الجزء ده والسيد المسيح قال كلمه يكون واحد، يترك اباه وامه يلتصقا، يكون الاثنان ليسوا بس بعد اثنين بل جسدا واحد. يعني الثلاث ايات دول كلهم بيتكلموا عن الوحدانيه كل ما نقرب من الصوره دي. طب دي تيجي ازاي يا ابونا؟ تيجي مثلا بالحوار الكتير. يمكن قلت لكم قبل كده قاعده، لازم الاب والام يتقابلوا وجبة في اليوم، يوم في الأسبوع، أسبوع في الصيف لوحدهم، ياخدوا على بعض ويقربوا لبعض، كل يوم ياكلوا مع بعض وجبة والعيال مبسوطة من القعدة دي. ويا ريتني في التلفزيون كمان، بس يعني ممكن التلفزيون يبقى شغال بس بنعلق، عاملين حوار وبنتكلم وبيشبعوا من بابا وماما وشايفين بابا وماما بيهقهقوا وبياخدوا آراء بعض. ويوم في الأسبوع لازم في يوم يبقى للبيت، ما تستخسرش، ما تعملش زي شعب بني إسرائيل
اللي كانوا عايزين يشتغلوا السبعة أيام كلها وربنا يجي في اليوم قبل الأخير يديهم ضعف المحصول يوموا برضو مستخسرين ويشتغلوا في اليوم اللي قال لهم خدوه راحة. خدوه راحة قال لهم خدوه راحة يعني للرب، تقعدوا في بيتكم تقروا الوصية مع أولادكم. قال لهم كده اليوم السابع يوم الراحة ده كان مفروض يعملوا فيه إيه؟ يقعدوا في بيتهم يقروا الوصايا مع أولادهم ويفتحوا ما بينهم حوار، وبعد كده يروحوا يقدموا ذبيحة أو يصلوا أو كده، كان ما يعملوش أعمال ربنا قصده، مش يعني يتريحوا تاموا في السرير. يعني أنتوا البعض، أنتوا البعض والربنا، بقيت الأيام كل واحد في شغله، بس في يوم في الأسبوع أنتوا مع أولادكم ومع بعضكم كزوج وزوج. ونزود بقى أسبوع في الصيف أو ما شبه الأسبوع يعني في الظروف اللي احنا فيها، يعني على قد ما تقدر، يعني إنك تاخد زوجتك وولادك ولازم تطلعوا في مصيف، تطلعوا في حاجة وتنسوا الدنيا وتقفل الموبايل. يبقى الحوار المستمر يساعد على الوحدانية. برضو في بعض الجلسات كده تساعد على التقارب والوحدانية في البيت. يعني أقول لك مثلا في جلسة اسمها جلسة الاعتذار، انك تقول لاولادك انا عايزكم، ايه يا بابا عايز ايه، وماما كمان تيجي، ايوه يا ماما، في ايه يا بابا عايز تقول ايه، انا عايز اقول لكم ان انا متاسف على امبارح ان انا زعقت لكم لما كنا نازلين الفرح وقلت لكم ان احنا اللي انتوا كده مش معطليني وما لبستوش اللبس بسرعه وعملنا خناقه. انا بقول المثل الموجود دلوقتي، يعني اصل الخمسين دي فرايحي صحيح، بس في كام حاجه كده، الافراح، العزومات، المصايف، ما تفهمش يعني الاكل الفطاري فيه حاجه كده يخلق مشاكل من لا شيء. ما علينا، فاسمها جلسه الاعتذار. جلسه تانية تقول لاولادك عندنا اجتماع عائله، اولادك صغيرين، اجتماع عائله، هنقعد على الترابيزه بقى يعني قاضي كده ومراتك والولاد، احنا عندنا اجتماع عائله عايز اقول لكم حاجه، ناخد قرارات الاجتماع ده، ناخد قرارات ورقه وقلم، بنوتك الكبيره تكتب، يلا اكتبي. اول حاجه ايه رايكم بقى في موضوع السفر، هنسافر فين السنه دي، المصيف عندنا كذا وكذا وكذا، بس ده غالي وده قليل وده كويس وده مناسب، طب الاجازه امتى. حاجه تانية، انا مش مبسوط من موضوع الموبايل المفتوح 24 ساعه ده، احنا لازم نحط قواعد، وانا كمان عايز اتعلم معاكم، احنا اخرنا كام ساعه يا ماما، طب انتوا رايكم ايه، طب انا شايف ايه، طب نعمل ايه، اكتبي عندك الموبايل مفيش حد. جلسه ثالثه، جلسة مشورة، يعني تقول لهم يا ولاد عايز اخد رايكم في حاجة. ايه يا بابا؟ هو الواحد مفروض لما يحس انه بقاله كذا يوم متضايق من حد مفروض يعمل ايه؟ ويفتح خليهم يتكلموا، خد رايهم، هيقولوا احلى كلام صدقني، وهيتعلموا وهتحول ان احنا كلنا واحد، واللي اتفقنا عليه بابا عمله وجه قال لنا انه عمل كذا، جميلة. تستغربوش، انا اسألكم السؤال، اخر مرة قلت لابنك بقول لك ايه عايزك شويه، قلتها امتى دي؟ اوعى تكون ما بتقولهاش، لازم يكون في حوار ما بينك وما بين ولادك وما بينك وما بين زوجتك. الوحدانيه في البيت، هي الاسره دي وحده المجتمع، اسمها وحده، وحده يعني لازم تكون واحده. فيصح اولا بالحوار وبالجلسات، الجلسات دول كتير قوي، يعني انواع الجلسات اللي ممكن تقعدها مع ابنك وتقول له انا عايزك لكذا، دي دول انواع وضروريين جدا في التربية. في جلسة مثلا ما قبل المراهقة، دي لازم ماما تقول لبنتها انا عايز اقعد، تعالي ننزل نشتري حاجة مع بعض، هننقي هدية لعيد ميلاد اخوكي، وننزل ننقي حاجة، وبعد كده تقول لها تعالي نقعد بقى في حتة الفلانية هناخد ايس كريم مع بعض، البنت اكسايتد مبسوطة قوي. تقول لها بقول لك ايه، الفترة دي بقى انا عايز اكلمك عليها شوية، عشان دي فترة جميلة، عشان انت مرشحة تبقي ماما في يوم من الأيام، وتتكلم، دي جلسة مهمة في التربية، تخلي الدنيا تبقى واحد واحد بنقرب. ونفس الكلام بابا مع ابنه الفترة اللي جاية بقى، أنا أقول لك إيه شنبك الجميل ده عايز أكلمك بقى، وهكذا. فالجلسات اللي فيها نصيحة واللي فيها إرشاد اللي فيها مشاركة، الغرض بتاعها إن احنا نبقى واحد، كل ما نقرب من كلمة السيد المسيح دي إن يكون البيت فيه وحدانية وسلام، يبقى احنا كده ماشيين في احسن صوره. حودت شويه، حاول تلملم يعني لحق، وبالذات الفرق الشخص الاقوى في البيت يقول لك يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي انفسنا،
فليرضي كل واحد قريبه من أجل البنيان، يعني عشان بنيان البيت بس إيه؟ كل واحد هيرضي التاني طالما هو الأقوى، الأقوى بالذات روحيا، يسند يسنيجي على نفسه شوية بس يحافظ على الوحدانية قدر ما يستطيع. طب هل معنى كده أن القصة مقفولة وما فيش أي، لو في شخص معتدي شخص منحرف شخص ساب الإيمان يحصل إيه حتى في العهد الجديد؟ لا ممكن، ما هو ربنا فيش حاجة مطلقة، القاعدة أن هما الاثنين واحد، بس لما يحصل خلل زي كده نشوف هيتقال إيه. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، أي رقم 10. ثم في البيت، دول رجعوا البيت بقى، سأله التلاميذ أيضا عن ذلك، يعني خدوه على جنب. انتوا عارفين التلاميذ ما يعملوا كده مع السيد مسيح، بنقول لك ايه الموضوع بتاع ان ما فيش طلاق خالص ده، يعني انا حسينا ان الناس اتضايقت شويه. عارفين لما يحس لما يبقى في ابونا واضح كده بيقول بقول لك ايه، هو الطلاق عندنا يعني في زنا جسدي او في زنا روحي، يعني واحد ساب المسيح وراح الايمان تاني، غير كده بنحتمل بعض يا حبيبي. ايوه بس ده اصل حصل، اصل نفع، اصل مش عارف. هنحاول يا حبيبي، يلا لازم نقاوم، ما ينفعش العيال وانت وحياتك تفكر الموضوع سهل، لا غلبة غلبة، وهتتعب هتكره روحك من كتر اللي هتخش في سلسلة من الأواضي على سلسلة من مغالطات في الحقائق، هتتعبك وهتتعب. بالراحة كده، بالراحة بالراحة، وإن شاء الله واحدة واحدة نرشم الصليب كده وربنا يتدخل. فجوم التلاميذ عايزين يقولوا له يا رب يعني الناس حست إن الدنيا كده هتبقى ضيقة أوي. فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يعني قفلها لهم، قال لهم هي القصة كلها مش هتنفع، أنا مش هعرف أقول لكم مخرج للموضوع ده، هما الاتنين واحد، حتى لو حد تعب يحافظ على بيته يحافظ على التاني، إلا لو قصة الزنا دي. ولو تلاحظوا في الآية دي يقول إيه: وإن طلقت امرأة زوجها. إيه ده، هو في ست تطلق جوزها في العهد القديم؟ آه في العهد القديم ممكن، على فكرة في العهد القديم في حقوق الزوجة زي حقوق الزوج بالظبط، في الطلاق، في الميراث. حكيت لكم قبل كده بنات صلفحاض، بنات صلفحاض دول كانوا بنات ما لهمش إخوات ولاد وأبوهم مات، فأيام موسى المفروض داخلين على أرض الموعد بقى، فهتتقسم الأراضي كل واحد ياخد حتة. فجوم عيطوا لموسى قالوا له احنا ما عندناش أخ، يعني أرضنا هتروح بقى لولاد خالنا، وعارفين بقى القصة دي. فموسى قال لهم الصراحة ما عندكوا حق، بس تعاطف معاهم، بس ما عندوش شريعة المرأة كمان، لو كان في حالة زنا ثبتت على الرجل بتطلق المرأة زوجها. هاي وإن طلقت امرأة زوجها، عهد قديم وجديد، فاحنا ما عندناش حتة الرجل والمرأة ان في حد افضل من التاني الا بالتقوى، بس لازم احط حاجة بين قوسين هنا، ولكن يوجد توزيع للأدوار، توزيع للأدوار، يعني كون ان الرجل بيقود البيت ده دوره ليس افضلية من المرأة، وكون ان المرأة بتدبر شؤون البيت ده لان ده دورها مش أفضلية منها وذكائها، هو ربنا خلقها بتعرف تدير الدنيا وتلم كذا مع حاجة في دماغها، وعارف العيال هيبقوا في المدرسة إمتى وهنمشي الساعة كام وهنوضب الشنطة عشان السفر، وفي نفس الوقت بتعمل تليفونات وبتعلق على الأكل على البوتاجاز كله في نفس الوقت كده، هي تعرف تعمل كده. والرجل يعرف ياخد القرارات، مفيش حد أحسن من التانية، هي أدوار، عشان محدش يدخل على دور التاني كنوع من المساواة، لا هي المساواة في القيمة، ولكن عمر ما كان في مساواة في الأدوار ده في كل حتة، يعني عمر ما في مثلا مدير شركة ديمقراطي جدا فبيخلي إدارة الشركة تلف على الموظفين والعمال والصنايعية والموظفات، لا هو المدير مدير والموظفين موظفين، وكل واحد قد التاني في القيمة كواحد أمين، ولو هم أمنا أكتر منه يبقوا أحسن منه، لكن في توزيع للأدوار، هو دارس إدارة ودول دارسين شغل أوبريشن. لكن اللي عايز أقوله إن الكتاب المقدس القاعدة فيه أحبائي إن يصير الاثنان جسدا واحدا، وإحنا دلوقتي يعني إيه
مش عايزين نكون زي شعب إسرائيل في العهد القديم اللي بيتأثر بالأجواء المحيطة وابتدى يقلد الأجواء المحيطة لدرجة أن موسى أذن لهم بكتاب طلاق. إحنا المفروض فينا روح ربنا أحبائي. إذا كنا ربنا قال نحب الأعداء مش هنعرف نحب اللي معنا في البيت ونتواضع. دي ساعات أمور بتوصل لهذا المستوى من الانفصال والطلاق وتطلع أن لو كان حد قال للتاني أنا آسف على اللي حصل امبارح تاخدش على خطرك مني كان ممكن الموضوع يخلص. صحيح الكنيسة كأم بتبحث ملفات وأنا عازر ناس كتيرة فعلا في صعوبة وفي يعني لازم تدخل من ربنا والكنيسة تساعد، لكن تبقى القاعدة إن الكنيسة بتجمع ما تفرقش. ما حدش أحبائي يروح لأبونا بغرض إنه يفصل، أبونا عمره ما هيفصل. أبونا دوره إنه يجمع وهيفضل يجمع. عمر ما أبونا في وقت هيقول خلاص بقى أنتوا حلكوا تنفصلوا، مش هيقولها. المسيح ما بيقولهاش، المسيح عمره ما هيقولها. أي نعم في بعض الأمور أبونا يصعدها للمجالس، لكن أبونا يفضل دايما يجمع ولاده زي راعي بيجمع قطيعه أحبائي، لأن دي وصية ربنا. كده خلصنا العيلة، نخش بقى على الأطفال. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، طبعا يلمسهم يعني إيه؟ يباركهم. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. بس مش عايزين دوشة هنا، المسيح وراه شغل، عندنا حاجات مهمة بنتكلم ناس كبار وبنقول وعظات. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ. نادر قوي انها تتقال، اتقالت مرة واحدة قبل كده ودي تاني مرة ما اتقالتش تاني. اغتاظ. طبعا احنا عارفين الغيظ او الغضب ممكن يكون مقدس، لما تلاقي في حد كسر وصية او بيعمل عمل لا يتماشى مع الصلاح فالواحد يتضايق كغيرة للحق مش بيغتاظ من الأشخاص. فاغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. فاحتضنهم يعني راح واخدهم في حضنه. جميلة جدا القديس مرقس بالرغم أنه بيتكلم عن قوة المسيح ومعجزاته لأنه مقدمه للرومان، لكن لا يخفل الجزء اللي فيه حنان عند ربنا يسوع المسيح. هما جايبينه شوية ولاد يباركهم، خدهم في الحضن وقال لهم على فكرة الولاد دول لازم تبقوا زيهم عشان تخشوا الملكوت. يعني هنا بيتكلم عن الأولاد واللي فاتت بيتكلم عن الزوج والزوجة أو البيت. طب هنا الولاد ايه الميزه اللي فيهم او ايه الحته اللي نتعلمها لولاد نعملها لاولادنا؟ حته من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد لن يدخله، اللي بنسميها الايمان. بيقبل الفكره. يعني انت لما بتقول لابنك احنا عايزين نعيش على الارض هنا فتره لنعيشها عشان نستعد لملكوت الله، يلا نعيش ملكوت الله وتعلمه القداس وتعلمه الانجيل وتعلمه، هيشرب مش هيقولك لا لأن هو واثق في بابا وماما. ربنا بقى عايزنا نبقى زي الأولاد ونقبل ملكوت الله من بابا وماما برضو. مين بابا وماما بالنسبة لنا؟ المسيح والكنيسة. يعني ربنا مش عايزنا نبقى زي الأطفال، بمعنى إن طول ما احنا ماشيين في الشارع أي حاجة حد بيقولها لنا بنقبلها، مش ده المقصود. حتى القديس بولس قال لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، مش ده اللي مقصود. أمال الأطفال يعني إيه؟ الطفل مش بيسمع كلام الناس اللي في الشارع، بالعكس ده يطلع يجري من اللي في الشارع، بيسمع كلام بابا وماما. طب وعلى المستوى الروحي مين بابا وماما بالنسبة لنا؟ المسيح والكنيسة. المسيح يقول هذا هو جسدي وهذا هو دمي، أمين، موافقين. مش أنت بابا وماما؟ خلاص بابا اللي يقول واللي ماما تنفذه. نقبل ملكوت الله. طيب عشان تعيشوا في ملكوت الله أحبوا أعدائكم. حاضر. علشان تقبلوا ملكوت الله عايزكم تغفروا وتسامحوا. صعبة بس حاضر يا بابا. طب والكنيسة؟ عايزك تيجي القداس باستمرار. حاضر يا ماما. أنا ككنيسة بقول لك شوية قواعد، عايزك تصوم معايا الصيامات. حاضر يا ماما.
عايز حتى المناولة 9 ساعات تصومهم. ليه؟ مش مهم ليه، حاضر يا ماما، حاضر يا ماما. يا بخت اللي يعرف يقول حاضر لماما ويا بابا. اللي عمال يقاوح مع بابا وبابا هو اللي بيتعذب. واحنا صغيرين، تخيل لو كنت بقى ولد كده، بابا هو انت شايلني كام في البنك يا حبيبي؟ انا بحبك ما تشيلش هم. لا لا، انا عايز اشوف بقى الرسيت. او يروح يقول للماما اديني اماره ان انت ماما. انت ماما ايه؟ انا عارفه بقول لك ايه. لا يعني مش حاسس ان احنا فصيله الدم هي هي. يا انها له ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ لا، بابا وماما يوثق فيهم. طلعوا اخواتك الكبار حلوين وبيحبوك وبيدوك كل اللي عندهم. هكذا احبائي المسيح والكنيسه، العريس والعروسه دول، الاب والام دول، طلعوا احلى تربيه من اول الانبا انطونيوس لحد البابا كرولوس والبابا شنودا، شهداء ليبيا، ست دميانة، عمالين يطلعوا عيال متربيه احلى تربيه. طب طلعوا متربين كده ازاي؟ بابا كرولوس ده طلع كده ازاي؟ التسبيحه والاجبيه والانجيل، هم وبابا وماما مش عايزين اي حاجه، هم عايزين مصلحتي. فاللي بابا وماما بيقولوه بنقبله مثل ولد. هي دي كلمه من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد. ملكوت الله مش معناها اللي هي بعد الموت، ملكوت الله يعني ملك الله عليك، ملكوت الله ملك الله عليك. فتقبل كلام بابا وكلام ماما. وساعات تبقى مش فاهم بابا قوي وعندك مخافه ناحيته كده لانك عملت عامله، تقوم رايح لماما، ماما هو انا عملت حاجه هتضايق بابا قوي. ايه؟ عارفه الفازه اللي في الصاله وانا بلعب كوره كسرتها؟ معلش يا حبيبي تعالى انا هتصرف، اقول انا لبابا تعالى اقرا لك التحليل. هي ده الاعتراف. وانا بروح للكنيسه اقول للكنيسه انا بهدلت الدنيا، سويت ده، لو عرف يقطعني من الكنيسه. لا يا حبيبي مش هقطعك ولا حاجه، ده مات علشانك، دمه جاهز، هو اللي اتقطع هو اللي اتذبح. تعالى اقرا لك التحليل يلا وتصلح على بابا، مش هقول لك حاجه. بابا وماما، الكنيسه وربنا يسوع. علشان كده كل ما تغرس ابنك في تعليم المسيح وتعليم الكنيسه من وهم صغيرين يا بختك، هو هيقبلهم لانه طفل، احسن مننا احنا الكبار اللي بنحاول نشغل دماغنا في حاجات لو خدناها من بابا وماما هنطلع قديسين من سكات وجع بلا وجع قلب. هنطلعوا اللي قبلينا كده. يحكوا عن ابونا يوسف اسعد قصه مشابهه، كان برضه عن ابونا بشوي كامل، بس ابونا يوسف اسعد لسه متقلالي من 3 ايام، ان كان في واحد هيسيب المسيح، فاهله قالوا له تقعد مع ابونا يوسف مره، يا ما فين وفين، هو كتبها في مذكراته اتقرت بعد ما تنيح. راح واخد الولد وقال له طب بالعافيه يعني، قال له 5 دقايق بالظبط، قال له ما تكلمنيش ومش عايز صداع انا واخد قراري، قال له طب تعالى بس. راح واخده وداخلين عند الهيكل، راح ابونا يوسف اسعد فتح الستر وراح ساجد قدام الستر ويبص جنبه، لقى الولد يعني اتكسف، راح هو كمان ايه سجد قدام المذبح الستر مفتوح وراح قايم. ابونا يوسف اسعد قال ابانا الذي، وبعدين راح قاعد، قال له تعالى اقعد يا حبيبي، قال له ايه هنقعد نتكلم؟ قال له يعني، قال له لا مش محتاج تتكلم يا ابونا، انا رجعت خلاص للمسيح. قال له ايه يا ابني هي لعبه؟ في ايه اللي حصل؟ قال ابونا مش شايف دموعي؟ اول ما فتحت الستر افتكرت الهيكل ده اللي كنت بقف قدامك فيه ماسك الصليب والبشاره وانا طفل صغير ومعلمني الف كم مره حوالين المذبح، واللحن اللي بيتقال ايه والمرض اللي بيتقال ايه والذكريات اللي انا ياما توبت فيها وياما حسيت بحبكم ليا فيها وياما كلمت ربنا من قلبي فيها، انا سايب المسيح عشان شهواتي وانا بأقر بكده، انا غلطان. ايه ده؟ ده من وهو صغير اتزرع في قلبه. ونفس القصة شبهها جدا تتقال على ابونا بشوي كامل، برضو كان شخص من الاشخاص وخده ومش راضي يقعد معاه في العربية بره، قال له طب بص هنعدي عند العشية بس هسلم على المسبح وانزل، قال له براحتك، قال له طب انزل معايا. بالعافية مسك فيه ونزل، راحوا عند الهيكل سجدوا قدام الهيكل وما تفهمش ابونا بشوي كامل راح قعد يقول لحن امين 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 بموتك يا رب نبشر، ولقى الولد ساح في ايديه خالص، قال له في يا ابني؟ قال له ده اول لحن اتعلمته وانا في مدارس الاحد يا ابونا ربنا يسامحك، ده اللي اترسمت شماس على حسه لما حفظته في درس الالحان، ما يبقى دون عن كل الحان تقول ده بالذات امين امين بالقبطي تونس انا تونس.
طب ايه ده احبائي؟ ربنا مدينا نعمه ان ولادنا ورقه بيضاء يقبلوا ملكوت الله، يا ريتنا نقلدهم. اقول لكم نصيحه في الصيف ده، حفظوا ولادكم مزامير والحان، خدوها مني صدقوني، يا ريتنا كنا واحنا صغيرين حفظنا مزامير وحفظنا التسبيحه والالحان. تعبنا بعد كده لما كبرنا، لكن وهم صغيرين انت جرب كده، قول لابنك احفظ المزمور ده ومثلا ليك هديه ولا بتاع، ادي قدامك اهو، انزل محفوظ في ربع ساعه هتلاقي حفظ المزمور اللي انت بقالك اصلا بتقوله من الاجبيه 30 سنه بتصليه هو في صلاه باكر ومش حافظه، هو هيصمه وهيسمعه لك في ربع ساعه. استغل انه بيقبل ملكوت الله. يبقى كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن العيله، الاب والام والوحدانيه، واتكلمنا عن الاولاد نقدر نسميهم الايمان. نشوف بقى مرحله الشباب بيحصل فيها ايه. وقلت لكم الاصحاح بيلم الحاجات ورا بعضها كده. وفيما هو خارج الى الطريق رقد واحد وجث له، جث يعني سجد له. الرجل ده مكتوب انه شاب، الشاب الغني، عارفين قصه الشاب الغني؟ موجود في متى 19 ولوقا 18. وفيما هو خارج الى الطريق رقد واحد وجث له، وكان شاب يعني، وساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارس الحياه الابديه؟ كتر خيرك، كان سؤال حلو يعني، خش ازاي السماء؟ فقال له يسوع للشاب ده لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد وهو الله. طبعا احنا عارفين، احنا مش بنفسر اي ايه، بس باي ذا واي يعني الايه دي يقول لك ما المسيح بيقول ما فيش حد صالح غير الله، وبيسال الرجل انت قلت لي صالح ليه؟ يبقى انا مش الله. لا، هو ما قالوش لا تدعوني صالحا، قال له لماذا تدعوني صالحا، يعني عايزه يقول له، هل هو جاي يقول الكلمه دي كده زي ما بيقولوا للفريسيين ساعات يقول لهم المعلم الصالح؟ خلي بالك الكلمه دي بتقالش غير لربنا على فكره. ها، نفسه يقول له ايه؟ يقول له ايوه انا عارف انا بقول ايه، ما انت ربنا. فهو بيقولها له في هيئه سؤال مش في هيئه نفي. فما قالوش لا تدعوني صالحا، ليس احد صالح الا واحد هو الله، لا، قالوا لماذا تدعوني؟ انت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. بصوا الكلمة. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ إيه؟ يبقى في سن الحداثة حفظ، في سن الحداثة حفظ. أرجوك أنت معاك لغاية، مش عايز أخضك، بس رابعة ابتدائي، ستة ابتدائي عشان خاطركم، بس لغاية رابعة ابتدائي حفظ، وقول كل اللي نفسك فيه، ترانيم وألحان ومزامير، معاك رابعة ابتدائي، بعد كده هيفلفص من إيدك، هيبقى زينا كده بقى ليه وشمعنا ومين بقى وليه مش فاضي، عندي كورة، عندي جيم، عندي. لغاية رابعة ابتدائي حفظتها منذ حدثاتي. الراجل ده كان أهله شاطرين، أبوه وأمه كانوا بيحفظوه منذ حدثاته، زي ما تقال قديس بولس قالها لتيموساوس، قال له لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة على إيد أمك لؤيس وجدتك أفنيكي، يعني ماما وتيتا كانوا بيقعدوا يحفظوك وانت صغير. مهمة. هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه، عشان حافظ، إن حافظ الوصايا وعارف تعليم ربنا دي حاجة تفرح. وقال له يعوزك شيئا واحد. شوفوا بقى الشباب مطلوب منهم إيه، يعني عرفنا بابا وماما مطلوب منهم الوحدانية، كل ما يبقوا واحد إحنا تمام. الولاد مطلوب منهم الإيمان، الشباب أو الحداثة الحفظ. طب الشباب والسن الكبير شوية. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شيء واحد، اذهب وبع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. أي 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 أي، كل ده حاجة. قال له يعوزك شيء واحد، شيء واحد عبارة عن إيه؟ اذهب وبيع كل مالك واعطي الفقراء يكون لك كنز في السماء، تعال اتبعني حاملا الصليب. خمس أفعال بس بالنسبة للسيد المسيح، هما حاجة واحدة. عارفين هي إيه اللي بيحتاجها الشباب؟ الضبط، إن الواحد يتعلم يضبط نفسه، ما يبقاش عينه في الدنيا، بيعرف يستحمل ويعرف يمسك روحه ويعرف بلاش دي دلوقتي، ويعرف يقول لنفسه لأ. الضبط، يعرف يقول لنفسه لا، هو ده سن الشباب.
يعني ربنا عايز يدينا شوية نصايح في التربية في الإصحاح ده. لو أنت زوج مهمتك الأولى إنك زوج أو زوجة تكون مهمتكم الأولى تكون واحد مع بعض وواحد مع أولادكم. وحدة واحدة. لو أنت أب لطفل دورك ادي الإيمان هيقبله هيقبله لغاية الحداثة حفظ حفظ. وعند الشباب علم الضبط، علمه ياخد قرارات، علمه مش كل في نفسه يحصل، لأنه هيبقى في يوم من الأيام مسؤول عن بيت كمان قربنا، فلازم يستحمل علشان البيت يستريح، ومش لازم كل يوم يعمل كل اللي نفسه فيه. لازم يتعلم يقول لنفسه هحرم روحي واللي قدامي يتبسطوا ويريحوا هم. أحبائي بنشوف حالة من التبري من المسؤولية أحيانا، برضو بعذر الضغط اللي من الشغل ومن كل شيء، لكن زوج دخل على زوجته المفروض لما هيلاقيها متزعق في مذاكرة أول حاجة تيجي في باله ما هي شغالة زي الصبح ودلوقتي العيال مطلعين عينيها ولسه بتعمل الغدا، هاو كم إنه يخش يكمل عليها؟ مش سلوك مسيحي أبدا. أو يبقى كل دماغه الغدا جاهز وشكله عامل إزاي. والعكس برضو، هي برضو يصح تنظر نفس النظرة، تعرف تقول لنفسها لا أنا مش هطلع كل اللي عايز أعبر بيه لأولادي، وزوجي يدوبك واخد له ساعتين يريح ولا جاي ولسه هينزل تاني بعد الظهر. حتة الواحد يحتمل عشان اللي جنبه يريح بقتش موجودة كتيرة ومصدر لمشاكل. يا بخت اللي بيفكر زي ما السيد المسيح نصح الشاب كده، انك تعرف تقول معلش انا هشيل الصليب شوية، حصل ايه في الدنيا يعني، ما يحصل يحصل، معلش شوية يعني. اذكر وانا بقرا القصه بتاعت ام الغلابه، عارفين ام عبد السيد ام الغلابه؟ القصه كلها موعظه يعني، بس في حته اللي فرقت معايا. يقول لك هو كان زوجها انسان عنيف جدا، يقول لك كان مش بيضربها ومش بيضربها بعصايه، ده كان بيضربها في عصايه فيها مسامير. تخيل واحده عايشه الحياه دي يعني. فهي تطلع تاخد بعضها وتطلع على السطوح تصلي عشان تهدى. بس انا اللي فرق معاها هي بتصلي تقول ايه؟ بتقول يا رب اوعى تمد ايدك عليه وتنتقم لي، دي قصتنا وهنخلصها مع بعض، انت بس بارك لي فيه وعلمه الخلاص وانا عايز اخلص نفسه، بس اوعى تقول لي اعمل كده ازاي في واحده مظلومه، انا مش مظلومه ولا حاجه، انا خطايا قد كده، سيبه لي احنا هنشوف حالنا، انا ما هستوعبه انا يعني. طلع الدافع عنه ده ايه ده، منين ده؟ هي دي اللي خلت ايه فكر الوحدانية يقوم البيت، وهذا الرجل ايه يخلص بصلاتها وتعبها. مرة كان قدس ابونا بولس بيحكي لنا افتكرتها دلوقتي بس هي تمشي مع الجزء الاولاني في الاصحاح يعني. بيقول لي كنت رايح اقول كلمة في حتة يبدو في الصعيد في حاجة زي كده في قرية من القرى يعني او كنيسة مش معروفة قوي. فجه ولد مخصوص بعربية من البلد دي ياخد ابونا ويروح بيه للقرية يقول الكلمة أو المؤتمر أو حاجة زي كده. ففي السكة الكلام جاب بعضه، فبيحكي له بيقول له عارف أبونا مين أبونا بيقول له مين القديسين اللي عندكم في القرية بقى، والكنايس على اسم مين، وعندكم أجساد مين. فراح الولد قال له أنبا فلان والسيدنا فلان حاطين مزار لإيه، بس عندنا أبونا جسدين عايز قدسك لما تروح تاخد بركتهم. قال له إيه الجسدين دول؟ قال له أقول لك، احنا القرية بتاعتنا عاملين المدافن بتاعتنا على حدود القرية بر، وفي يوم من الايام الحكومة قالت لنا ايه عايزين القرية وسعت والبيوت دخلت وسط المدافن، فاحنا هناخد المدافن وننقلها في حتة بعيدة واللي هي المدافن تبع الكنيسة. فراحوا جايين قايلين لابونا واستأذننا الناس، قرية ملمومة يعني، استأذننا الناس وانا بقى ناخد نبني على حساب الحكومة يعني، عملوا لنا مدافن بره بس المهم ناخد التوابيت والحاجات وننقلها. فعمل جيش ابونا وبقوا يشيلوا التوابيت ويروحوا ياخدوها من المكان ده ينقلوها بره في المدافن الجديدة، ياخدوها ينقلوها في ايه حاجات بقى اجساد بقى لها بالعشرينات وثلاثينات وخمسينات سنة يعني، لغاية ما جم عند تابوتين في مقبرة يعني
وبيشيلوا التابوت الاولاني لقوه تقيل قوي، شيلوا التابوت التاني لقوه تقيل قوي. ايه ده يعني احنا خلاص بيبقى كله بقى بعيد عنكم، معلش الكلام لو مزعج يعني، بيبقى كله عظم، فبيبقى الحكايه ايه خفيفه خالص يعني. مش معنى دول تقال كده. فراحوا ايه تجرؤوا وعملوا ايه؟ فتحوا، قاموا لقوا جسد راجل مش متحلل، بيقروا على البتاع المقبره من بره، لقوه اتنايح من حوالي 50 سنة، جسده زي ما هو، زي ما يكون واحد نايم قدامه. فتحوا التابوت تاني لقوا الست كاملة جسدها زي ما هو ما تحللش، النياحة حوالي 45 سنة، فما عرفوش دول مين دول. فراحوا راحوا لأبونا الشيخ بقى، أبونا أكبر أمس في القرية، فقالوا له احنا لقينا جسد كذا وكذا واحنا بننقل عم فلان مكتوب اسمه كذا من قدسك تعرفه؟ قال له يا سلام يا ابني، ايوه طبعا اعرفهم. قال له مين دول يا ابونا؟ قال له اقول لك، ده كان راجل وست ربنا ما بعت لهمش ولاد، والراجل جه في وقته واتشل رجليه الاثنين ما بتتحركش، وكانوا بيعملوا دايما ولائم للفقراء والغلابه ويجيبوهم هنا عندي في الكنيسه، وبعدين جه الوقت اللي وراه بقت الزوجه ما بتشوفش عينيها الاثنين، فبقى هو ما بيتحركش وهي ما بتشوفش، فهو يقعد كل يوم الصبح يقرا لها الانجيل يقرا لها الجورنال، وهي تاخده وتحركه وتوديه الحمام وتجيبه من الحمام، وعمرهم ما تذمروا، بحب بعض جدا. وكنت اروح ازورهم الاقي يعني زكريا واليصابات ما كانوش يتذمروا، عايشين حياه بسيطه جدا. قالوا يعني يستشهدوا مثلا؟ قالوا لا ابدا، بيحبوا بعض بس. يعني كانوا بيعملوا حاجه عظيمه جدا، كانوا بيعملوا ولائم للفقراء في الاعياد. قالوا له يا ابونا ده احنا لقينا جسدهم ما تحللش. قال لهم يا ولاد يستاهلوا، دول عشان يبقوا نموذج لاي اتنين بعد كده. الاتنين دول كانوا مقابلين مشاكل وضيقات ياما، لكن عمرهم ما سابوا بعض. شوفوا ربنا هنعمل لهم يا ولادي مزار، وعملوا لهم مزار الاتنين دول في الكنيسة، وكتبوا عليهم أسماءهم، وهم اتنين عاديين جدا بس ربنا أصغر قداساتهم. شوفوا بعض وقت طويل جسدهم ما تحللش، عشان كانوا عبارة عن اتنين عايشين في نوع من الوحدانية مع بعض، لدرجة ان القديس يوحنا ذهبي الفم مرة قال جملة تخلي الواحد كده، يقول زوجين متضعين في حياتهما، في حياتهم في البيت يعني، لهما عند الله لهما عند الله مثل الراهب المتوحد. يعني لو عرفوا يعيشوا مع بعض بهذا الاتضاع اللي بيبقى صعب، صعب ساعات بالذات لو فيش ناحية صعبة، بيبقوا عند ربنا زي الرجل المتوحد اللي ما بياكلش وماسك بطنه وما بيقابلش حد وطول النهار بيصلي. تتخيلوا؟ حاجة جميلة فعلا. يبقى احنا احبائي النهاردة اخدنا ايه؟ اخدنا العيلة، الزوج والزوجة في الوحدانية، اخدنا الاطفال في الايمان، واخدنا الاحداث في الحفظ، واخدنا الشباب في الايه؟ في الضبط. اقرا اخر جزء عشان له علاقة باللي فات. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. يعني الشخص اللي عنده فلوس كتيرة ده صعب يخش السماء طبعا، ده كلمة تخوف. فتحير التلاميذ من كلامه، يعني إيه ده؟ يعني اللي عنده فلوس مش هيخش السماء؟ يعني ما نعمل إيه؟ فالسيف أجاب يسوع أيضا وقال لهم بصوا يا بنية، أنا أقصد أقول دي من عندي، أنا أقصد أقول ما أعصر دخولها المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. يعني ساعات الجملة الأولانية الشخص ما يفهمهاش، يقوم المسيح عامل إيه؟ يشرحها. يعني لما قال لهم ما أعصر دخول ذوي الأموال، التلاميذ اضطربوا قالوا يا نهار أبيض، يعني المفروض ما يبقاش معانا فلوس في جيبنا يعني، ولا نعمل إيه؟ ولا الأغنياء كلهم مش هيخشوا السماء؟ فراح السيد المسيح حس إن هم اتلخبطوا، فقال لهم لأ، أنا أقصد اللي بيتكل على فلوسه حتى لو فلوسه قليلة، بس لو حط اعتماده على الفلوس يبقى مش هيحط اعتماده عليا، مش هيشوف ملكوت السماوات، مش هيحس، مش هيبقى في علاقة ما بيني وما بينه، هيتلهي في الفلوس والحاجة اللي هو مشغول بيها دي. لكن احنا عارفين في الكتاب المقدس أحبائي إبراهيم كان غني جدا، داوود غني جدا، تعالى إبراهيم الجهري غني جدا، وهكذا. الفلوس مش هي الفلوس في حد ذاتها مش خطية، بالعكس دي عطية،
مش خطية لكنها عطية. لكن المهم الإنسان ما يحطش رجاءه في الفلوس، حطش رجاءه في الفلوس. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض، فمن يستطيع أن يخلص؟ صعبة برضو يعني، يعني الواحد ما يحطش أي اتكال على الفلوس، ما يحوش يعني ولا يعمل إيه يعني. طبعا هم مش ده المسيح قصده، بس راح المسيح نهى الكلام وقال لهم إيه. فنظر إليهم يسوع، يعني عايز يقول يعني بتحسبوا برضو المواضيع بدماغكوا زيادة. عند الناس غير مستطاع، لكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. يعني هم بيفكروا في دماغهم، طب هنعيش إزاي، هنقدر نعيش إزاي لو مش هنتكل على الفلوس. فربنا قال لهم اللي متقدروش عليه ربنا يقدر عليه. يعني عايز يقول لهم حطوا ثقتكم في ربنا وقدرته أكتر من ثقتكم في الفلوس وقدرتها. قدرة الفلوس محدودة، قدرة الله غير محدودة. فلوس هتروح وهتيجي وقيمتها هتزيد وتقل، لكن قدرة الله لا نهائية وعلى طول. فهمتوا الفكرة ليه هنا المسيح قال لهم غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله؟ ربنا يدينا وناخد من هذا الإصحاح الدروس الحلوة اللي في التربية دي، ونحاول نقرب للشكل الجميل المسيح كلمنا عليه لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.